افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف مسجدي الشهيدين العقيد أحمد منسي بمدينة برج العرب ورقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية. جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله وتقديرا لأبناء مصر العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها. في دولة تخلد تاريخ العظماء والشهداء من أبنائها وتعترف بالفضل لأهله، وزير الأوقاف ومحافظ الأسكندرية يفتتحان مسجدين جديدين يحملان أسماء الشهيدين العقيد أحمد المنسي والرقيب أول مصطفى أحمد، شهداء ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم فباتت ذكراهم فخرا للوطنية. إطلاق أسماء الشهداء على المساجد هذا تأكيد لمعنى البطولة والفداء والتضحية في سبيل الوطن، هو تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن، هو وفاء بحق من ضحى بأنفسهم في سبيل هذا الوطن. بعد افتتاح مسجد العقيد الشهيد أحمد المنسي اليوم الجمعة يأتي افتتاح هذا المسجد هنا على محور المحمودية. هذا المسجد له دلالة خاصة، هذا هو المسجد الثامن الذي تنشئه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بهذا الأداء كمجمع إسلامي متكامل، وأكدنا أن كل زاوية كانت في طريق تطوير المحور تم تحويلها أو تطويرها إلى هذا المجمع، وده مفهوم المسجد الجامع المتكامل. في إطار هذه الافتتاحات بنرد على المزيفين ومشككين واللي بيشككوا ويدعوا ان احنا بنهدم مساجد. لا، انا بقول لهم اذا احنا هدمنا زاوية صغيرة بنبني مسجد كبير مكانها، بل مش مسجد، احنا مجمع خدمات متكامل بيضم مستوصف ويضم مكتب تحفيظ قرآن ويضم خدمات عديدة لصالح المنطقة واهلها المقيمين فيها. ومن منطلق خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل وتقديرا لأبناء مصر العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها والحفاظ عليها، جاءت افتتاحات المساجد الجديدة لتكون أبلغ دليل على البناء والتعمير الذي تشهده الدولة منذ سنوات مضت وحتى الآن. جميل في هذه المساجد إنها كلها بأسماء شهداء، زائد ان المحور كل الكباري العلوية والمشاه باسماء شهداء، وهذه لمسة جميلة من القوات المسلحة. افتتاحات لمشروعات في مختلف المجالات ضمنها تشييد المساجد على مستوى محافظات الجمهورية واطلاق اسماء الشهداء عليها، دلالة على تقدير عطائهم الفريد وتضحياتهم في سبيل عزة الوطن والحفاظ عليه. من محافظة الاسكندرية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.